وصل الحال بمعجبي المغني العالمي كيني ويست إلى اعتباره مرسلا إلى العالم من الله، وجاء جنون أتباع ويست نتيجة ما قام به في ألبومه الأخير والذي سماه ييزوس، وهو تحريف لكلمة جيسوس، حتى أن الأغنية الثالثة من الألبوم تحمل عنوان أم جاد بمعنى أنا الله. وما لبثت الأغنية أن انتشرت حتى ظهرت ديانة جديدة أطلق عليها أتباعها اسم ييزيانتي، مفادها أن كاني هو كائن إلهي مرسل من السماء.